بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية، السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 21. كما نرى في أعلى الصفحة عندنا مون إيكول إي موا، مدرستي وأنا. ليكول يعني المدرسة، مون إيكول يعني مدرستي، إي موا وأنا، المقصود أنا ومدرستي. سيتياسيون يعني وضعية. ما معنى وضعية؟ وضعية هي الحالة أو المقام اللي تيكون فيه واحد الشخص معين. أنا في وضعية وقوف مثلا مع أصدقائي، أنا في وضعية جلوس مع ضيوف، أنا في وضعية جلوس أمام أستاذ، أنا في وضعية الوقوف مثلا أمام المدير. إذا نتكلم على الوضعية، الحالة اللي تتكون عليها، وكأننا تنتكلم على واحد الصورة معينة تتجسد واحد الواقع معين. سنرى الوضعية الموجودة عندنا هنا. Ta cousine est nouvellement inscrite dans ton école. Tu la présentes à tes camarades pour la rassurer. Tu lui parles de ton école. Ta cousine. La cousine, المقصود بها ابنة العم أو ابنة الخال، ابنة الخالة أو ابنة العمة. إذا نتكلم على la cousine. بالنسبة لابن العم، ابن الخال، ابن الخالة، ابن العمة، يسمى كوزه، يعني أننا نحذف هاد أه. إذا الوضعية المقترحة هنا تا كوزين ان نوفيلمون انسكريت. إذا ابنة عمك، لنأخذ هاد الحالة، ان نوفيلمون هي بشكل جديد، هي بشكل جديد انسكريت، يعني أنها مسجلة، المقصود أنها سجلت جديدا كما لو نقول دون تون ايكول، في مدرستك. إذن ابنة عمك أتت مؤخرا لتسجل في مدرستك. تو لا بريزونت، أنت تقدمها. تو لا بريزونت أتي كامراد، أنت تقدمها أو أنت تقدمينها أتي كامراد، لأصدقائك أو لأصدقائك. ثم عندنا بور لا راسوري، عندنا لو فيرب راسوري. راسوري المقصود بها طمأنة. إذا لكي تطمئنها، لأنها جديدة على الساحة، هي لا تعرف أحدا بالمدرسة، تأتي وكأنها غريبة. إذا pour la rassurer، لكي تطمئنينها أو لكي تطمئنها، tu lui parles de ton école، أنت تتكلم لها. tu parles، أنت تتكلم. tu lui parles، أنت تتكلم لها. دو طون إيكول، عن مدرستك، كما لو نقول هنا لمدرستك، ولكن المقصود أنك تتكلم عن مدرستك. إذا تا كوزين إي نوفيلمون إنسكريت دون طون إيكول، تي لا بريزونت أ تي كاماراد، بور لا راسوري، تي لوي بارل دو طون إيكول. ابنة عمك أو ابنة خالك ان نوفيلمون انسكريت، يعني انها هي بشكل جديد سجلت دون طون ايكول، في مدرستك. تي لا بريزونت اتي كاماراد، انت تقدمينها مثلا لصديقاتك. بور لا راسوري، لكي تطمئنينها. تي لوي بارل دو طون ايكول، انت تتكلمين لها عن مدرستك. الفقره الاولى جوبسيرف اي جو ديكوفر. جوبسيرف يعني انا ألاحظ. لو فيرب أوبسيرفي هو فعل لاحظ. جوبسيرف يعني أنا ألاحظ، غنبقى نشوف. إي جو ديكوفر وأكتشف، يعني ما غنبقاش غير نشوف، خاصني نشوف يعني نكتشف أشنو تتعني هاد الصورة. إذن إي جو ديكوفر وأنا أكتشف. ثم عندنا جوبسيرف ليماج، أنا ألاحظ الصورة. إذن طبعا بحال الأولى جوبسيرف ليماج، هنا طبعا حدد لنا ماذا سنلاحظ. جوبسيرف ليماج، انا سالاحظ الصوره. جو برون كونيسونس دو لا كونسين، جو برون كونيسونس دو لا كونسين. جو برون كونيسونس يعني انا اخذ معرفه. جو برون هذا لو فيرب بروندر، يعني فعل اخذ. كونيسونس هذه تجي من فعل كونيتر، فعل عرفة. إذا كونيسونس المقصود بها معرفة.
Je prends connaissance, أنا آخذ معرفة. المقصود بأنني أتعرف على ماذا؟ De la consigne. La consigne المقصود بها كما لو نقول التعليمات. طبعا هنا عندنا الكلمة مفردة كما لو نقول تعليمة. إذا نتكلم عن التعليمات، ما يؤمر به، الأشياء التي يؤمر بها تسمى كونسين. إذن je prends connaissance de la consigne، يعني أنا آخذ معرفة بالتعليمات، سأعرف ما يطلب مني بمعنى آخر. طبعا عندنا نقطتان لنعرف ما نوعية كونسين، ما نوعية هاد لا كونسين. إذن عندنا en m'aidant de l'image، إذن مستعينا، عندنا لو فيرب ايدي، ايدي يعني ساعدة، en m'aidant كما نقول هنا مساعدا نفسي. إذا قلت en aidant يعني أنا مساعدا، ممكن أنني أكون مساعدا للآخر، ولكن عندنا هنا en aidant de moi كما نقول يعني مساعدا نفسي. إذا نقول ماذا؟ en m'aidant يعني مساعدا نفسي. مساعدا نفسي بماذا؟ دو ليماج، مساعدا نفسي بالصورة. إذن كما لو نقول نحن مستعينا، أنا مستعينا بالصورة، هي دو لا سيتياسيون وبالوضعية. طبعا أنا مستعين بالصورة وبالوضعية كما نراها في الصورة، كان ممكن أن تكون وضعية أخرى. جو فورميل، أنا أسير، أنا أسير، سلافاب فورميلي. ومن كلمة مثلا لا فورميل صيغة، أحيانا تتكون عندنا واحد العبارة معروفة تقال هكذا تردد هكذا. أيضا تكون عندنا بعض الصيغ معروفة عندنا في الرياضيات أو في الكيمياء، إذا نسميها فورميل. إذا جو فورميل، أنا أصيغ، يعني أنني أكون عبارة. جو فورميل أنا أصيغ، بمعنى آخر أنا أكون عبارة. أو موا 3 أو 4 فراز بور، أو موا على الأقل 3 أو 4 فراز، ثلاثة أو أربع جمل بور من أجلي. إذا أنا مستعينا بالصورة وبالوضعية، عندما أستعين بالصورة وبالوضعية أنا أصيغ، يعني أنني أكون عبارة. جو فورميل، سأصيغ ماذا؟ أو موا 3 أو 4 فراز، سأصيغ على الأقل ثلاثة أو أربعة جمل بور من أجلي. من أجلي ماذا؟ بور بريزونتي ما كوزين أ مي كاماراد. سأصيغ على الأقل ثلاثة جمل أو أربع جمل من أجل تقديم ابنة خالي مثلا لأصدقائي. إذن بور بريزونتي ما كوزين أ مي كاماراد. ثانيا بور من أجل ماذا أيضا؟ بريزونتي مي كاماراد أ ما كوزين، من أجل تقديم أصدقائي لابنة عمي أو ابنة خالي. ثم pour parler à ma cousine dans notre école، pour parler à ma cousine dans notre école، من أجل الكلام لابنة عمي عن مدرستنا. ما عديشنا pour parler à ma cousine dans mon école، لأتكلم لابنة عمي عن مدرستي. عندنا هنا pour parler à ma cousine de notre école، لأتكلم لابنة عمي عن مدرستنا. إذن هذا الذي سنراه بعد قليل. فالفقرة الثانية عندنا je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. طبعا لو verbe manipuler كما نرى في كلمة ما، يعني في كلمة يد، المقصود بأنك تفعل شيئا بيدك، مثلا arranger. أيضا يعني أنك تعالج، مثلا je manipule يعني أنا أعالج، et je réfléchis وأنا أفكر. Je dis ce que représente l'image، je dis ce que représente l'image، أنا أقول ماذا تمثل الصورة. Je dis ce que représente l'image، أنا أقول ماذا تمثل الصورة. إذن je formule au moins 3 ou 4 phrases pour présenter ma cousine à mes camarades. pour présenter. ثم عندنا pour présenter mes camarades à ma cousine. إذا عندنا لو فيرب présenter. présenter يعني قدم. هنا عندنا je dis ce que représente l'image. عندنا في الأول présenter وعندنا هنا لو فيرب
ريبريزونتي بما يعني تقريبا مثل. إذن جو دي سو كو ريبريزونت ليماج. إذن أنا أقول ماذا تمثل الصورة، أنا أقول ماذا تقدم الصورة تقريبا، ولكن المعنى الأقوى أنا أقول ماذا تمثل الصورة. Je dis ce que représente l'image. Thomas, je demande à mes camarades de se présenter à ma cousine. Je dors. إذن je demande à mes camarades أنا أطلب من أصدقائي de se présenter لكي يقدموا أنفسهم. طبعا عندنا هنا ليقدم نفسه. De se présenter طبعا الفعل تبقى الانفينيتيف لأنه يأتي بعد دو. Je demande à mes camarades de se présenter. إذن أنا أطلب من أصدقائي كما نقول ليقدم نفسه، المقصود ليقدم أنفسهم. à ma cousine لي ابنة عمي أو ابنة خالي. طبعا عندنا جو دو رول، طبعا عندنا جو دو رول عندما أنا أمثل هذا مع أصدقائي مثلا حتى يصيغ كل تلميذ جملة أو عبارة معينة ليقدم فيها نفسه. إذن هو سيقوم بدور. إذن نتكلم عن جو دو رول، ألعاب الأدوار، المقصود لعبة الأدوار. إذن نحن سنقسم بيننا الأدوار، سنقول نحن كتلاميذ أنا من سأقدم لكم ابنة عمي، وعندما أقدم لكم ابنة عمي ستتفضلون كل واحد منكم ليقدم نفسه لها. إذن كل تلميذ سيصيغ مجموعة جمال أو عبارات يقدم فيها نفسه للتلميذة. إذن نتكلم عن جو دو رول، لعبة الأدوار. إذن عندنا في آخر صفحة جو روتيان، أنا أستنبط أو أستنتج. بو بريزونتي كيلكان لكي نقدم شخصا، كما لو نقول هنا لكي نقدم أحدا، لكي نقدم شخصا. جو سالي، أنا أسلم. إذن ستقول سالي أو ستقول بونجور. طبعا سنرى بعض العبارات. جيتيليز اون فورمول دو بريزونطاسيون، إذن أنا أستعمل صيغة لتقديم الذات. دو بريزونطاسيون للتقديم كما نقول. جو سالي، أنا أسلم. إي جيتيليز، عندنا لو فيرب يوتيليزي يعني استعمل، وأنا أستعمل. أستعمل ماذا؟ اون فورمول، أنا أستعمل صيغة، المقصود كما قلنا عبارة جملة. إذا نتكلم عن صيغة فقط، أن الصيغة هنا أنها تتردد تقريبا عند الجميع. إذا نتكلم هنا عن صيغة أنها تتردد عند الكثير من الناس. إذا جو سالي إي جوتيليز اون فورمول دو بريزونطاسيون، إذا سأستعمل صيغة للتقديم، المقصود لتقديم الذات. مثلا je te présente، مثلا أنا أقدم لك، أنا أقدم لك. ثم je vous présente، أنا أقدم لكم أو أنا أقدم لكم. أو أقول voici، ها هي أو ها هو. voici، ثم أقول سي، إنه إنها. إذا نعود للفقرة الأولى en mettant de l'image et de la situation. je formule au moins 3 ou 4 phrases pour présenter ma cousine à mes camarades. إذن أنا مستعينا بالصورة وبالوضعية. je formule يعني أنا أصيغ au moins 3 ou 4 phrases، أنا أصيغ على الأقل 3 أو 4 جمل pour présenter ma cousine à mes camarades، لكي أقدم ابنة عمي، ابنة خالي، ابنة عمتي، ابنة خالتي à mes camarades لأصدقائي. إذن طبعا سنقول مثلا كما قلنا الآن جو سالو، أنا أسلم. إذن سأقول ماذا؟ بونجور، بونجور يوم سعيد. أو أقول سالو كما نقول السلام. ثم نقول ماذا؟ جو تو بريزونت. طبعا إذا كنت أتكلم مع شخص واحد سأقول جو تو بريزونت. جو تو بريزونت ما كوزين، جو تو بريزونت ما كوزين، أنا أقدم لك، أنا أقدم لك ابنة عمي. Je te présente ma cousine، أنا أقدم لك ابنة عمي. أو أقول Je vous présente ma cousine، أنا أقدم لكم ابنة عمي. أو أقول Voici ma cousine، ها هي ابنة عمي. أو أقول C'est ma cousine، إنها ابنة عمي.
إذا نستعمل هذا الصياغ. إذا كما نرى هنا عندنا صياغ أنها تتردد، يمكن أن نختار ما نشاء منها. Je te présente ma cousine. Je vous présente ma cousine. Voici ma cousine. C'est ma cousine. إذا نستعمل هذه الصياغ. إذا كما قلنا je salue أنا أسلم. Et j'utilise une formule وأستعمل صيغة de présentation وأستعمل صيغة للتقديم. إذا سأقول ماذا؟ طبعا je salue أسلم، سأقول ماذا؟ بونجور أو بيان بون جورني أو بيان بون جورني، يومية سعيدة كما لو نقول بون جورني، نقول بونجور أو بيان بون جورني، أو نقول مثلا بون ماتان أو بيان بون ماتيني، أو أقول صباح جيد بون ماتان أو بيان بون ماتيني، أقول صبيحة جيدة، ثم أقول جو تو بريزونت ما كوزين، جو فو بريزونت ما كوزين. Voici ma cousine. C'est ma cousine. إذن أستعمل هذه الصياغة بنفس الطريقة. عودة للفقرة الأولى. Je formule au moins 3 ou 4 phrases pour présenter. ثم نأتي للعبارة التي بعدها. Pour présenter mes camarades à ma cousine. لكي أقدم رفقائي لابنة عمي أو لابنة خالي. طبعا هي ستكون معي. لن أقول بونجور مثلا. إذن سأقول لها ماذا؟ Je te présente mon ami Khalid. Ou bien, voici Hasna. Ha hiya Hasna matalan. Ou bien, c'est Khadija. Innaha Khadija. Taban mumkin annaka takhtar as-siyagh allati turidha li taqdim ayy shakhs. Idan hadhihi as-siyagh kama nara hiya as-siyagh muhimma. Alayna an nahfadha li nudif laha al-asma' li nuqaddim biha ma nasha'. Idan alayna an nahfadha faqat mithl hadhihi as-siyagh لكي نستعملها. طبعا كما نرى عندنا جو سيت سون نو، جو سيت سون نو، جو سيت سون نو، انا اذكر اسمه او اذكر اسمها، ثم سوناج، ثم سون اكتيفيتي، ثم سون اكتيفيتي، اذكر اسمه ثم عمره سوناج كم عنده من سنه، ثم سون اكتيفيتي، ثم نشاطه ماذا يعمل؟ هل هو تلميذ يدرس؟ هل هو مثلا يعمل في معمل أو يعمل في إدارة؟ أو أنه يشارك في مسابقات؟ أو أنه يمارس الرياضة كمهنة مثلا؟ إذا نتكلم عن سون اكتيفيتي، الاكتيفيتي المقصود بها النشاط. النشاط طبعا يمكن أن يكون يعني تطبيقي فعلي، وممكن أنه يكون ذهني، كما يمكن لهذا النشاط أن يكون ذهنيا. ثم عندنا Je peux citer aussi où il habite ou il habite. إذا يمكن أن أذكر أيضا je peux يمكن عندنا لو فيغ بوفوار je peux يعني يمكنني أنا يمكنني أو أنا أستطيع je peux citer أنا أستطيع ذكر aussi يمكن أن أذكر أيضا أو هذه أو ماشي أو هذه أو ديال أين طبعا ممكن أن تأتي في السؤال أقول وي لابيت أين يسكن هو؟ أو أقول كما عندنا هنا جو بو سيتي أوسي أو إل أبيت أو إل أبيت أنا أستطيع أذكر أيضا أين هو يسكن. إذا كما نرى بأن أين هنا لم تأتي سؤال، المقصود بها المكان. ممكن أن تستعمل كسؤال عن المكان، وممكن أن تستعمل فقط للدلالة على المكان. إذا جو بو سيتي أوسي أو إل أبيت أنا أستطيع ذكر أيضا كما نقول، ولكن المقصود هنا أنا أيضا أستطيع ذكر حيث هو يسكن. عندنا لو فيرب أبيتي، لو فيرب أبيتي المقصود به سكن. إذا جو بو سيتي أوسي هو إل أبيت يمكنني أيضا أن أذكر أين يسكن هو. سوكيل أم، سوكيل أم المقصود هنا، عندنا واحد الفاصلة هنا، المقصود هنا Je peux citer. يمكنني أن أذكر ce qu'il aime. ماذا يحب هو؟ ممكن أننا نقول ce qu'elle aime. ماذا تحب هي؟ إذا كنت أقدم بنتا مثلا أو سيدة. إذا ce qu'il aime المقصود ما يحب هو. المقصود Je peux citer. يمكنني أن أقدم كما قلنا في الأول أيضا أين يسكن هو، ثم ماذا يحب هو. المقصود Je peux citer ce qu'il aime.
المقصود أنا أستطيع تقديم ماذا يحبه هو، أي هو سوكيل نيمبا ما لا يحبه. إذن سوكيل نيمبا ما لا يحبه، المقصود هنا جو بو سيتي يمكنني أن أذكر، جو بو سيتي يمكنني أن أذكر سوكيل نيمبا ما لا يحبه. إذن يمكن أنني أذكر أمام أصدقائي وأقدم هذا الشخص وأقدم لهم صديقا جديدا وأقول لهم هذا صديقي فلان يسكن في منطقة كذا وهو يحب كذا وكذا ولا يحب كذا وكذا. إذا نطبق هذا مثلا على الفقرة الأولى التي رأينا en m'aidant de l'image et de la situation مستعينا، هنا كما قلنا في البداية مساعدا نفسي en m'aidant، ولكن المقصود بها كما نقول في اللغة العربية مستعينا en m'aidant de l'image، أنا مستعينا بالصورة et de la situation وبالوضعية، كما نرى في الصورة هناك وضعية، هناك أطفال واقفون ومن خلال الصورة أنه يبدو بأنه دخول مدرسي وبأن التلاميذ يعرف بعضهم ببعض. إذن هذه وضعية، هذه وضعية. لو كانت عندنا صورة أخرى مثلا فيها تلاميذ يجرون، إذن ممكن أننا نقول بأن التلاميذ في وضعية جري، لكن الذي عندنا هنا التلاميذ في وضعية وقوف، ومن خلال الصورة يتضح بأن مثلا صاحب القميص الأصفر يقدم ابنة عمه لبقية أصدقائه بالمدرسة. إذن أكيد أنها جديدة على المدرسة وهم لا يعرفونها، طبعا هو يعرفها بالتلاميذ ويعرف التلاميذ بها حتى لا يكون لا إحساس بالغربة داخل هذه المؤسسة. إذن كما قلنا en m'aidant de l'image et de la situation je formule au moins 3 ou 4 phrases pour présenter ma cousine à mes camarades, pour présenter mes camarades à ma cousine, pour parler à ma cousine dans notre école. طبعا في هذا الإطار مثلا يمكن أن يقول هذا التلميذ، سيقول مثلا bonjour mes amis, bonjour mes amis, يوم سعيد يا أصدقائي. Je vous présente ma cousine. Je vous présente ma cousine. Je vous présente ma cousine Huda. أنا أقدم لكم ابنة عمي هدى. إذن يقول مثلا il a 7 ans. Il a 7 ans. هي عندها 7 سنوات. Elle est en première année. Elle est en première année. هي في السنة الأولى مثلا. ثم يقول elle habite حي النهضة مثلا près de chez moi. Elle habite à حي النهضة près de chez moi. هي تسكن بحي النهضة قريبا مني. Elle aime la lecture. Elle aime la lecture. هي تحب القراءة. Elle n'aime pas regarder la boxe. هي لا تحب مشاهدة رياضة الملاكمة. Elle n'aime pas regarder la boxe. Elle n'aime pas regarder la boxe. هي لا تحب مشاهدة رياضة الملاكمة. وبنفس الطريقة يمكن تقديم بقية الأشخاص أو بقية الأصدقاء. هدى je te présente mon ami Hamid. هدى je te présente mon ami Hamid. هدى أنا أقدم لك صديقي مثلا حميد. إذا ستقول مثلا هدى voici Hamid، أو تقول مثلا c'est Hamid، إنه حميد. il a 7 ans ou bien il a 6 ans. هو عنده 6 سنوات. il a 6 ans. هو عنده 6 سنوات. Il est en première année. هو في السنة الأولى. Il est en première année. Il est en première année. إذن هو في السنة الأولى. Il habite à حي المسيرة مثلا. هو يسكن بحي المسيرة مثلا. ستقول مثلا il aime le sport. Il aime le sport. Il aime le sport. Il aime le sport et le voyage. هو يحب الرياضة والسفر. Il aime le sport et le voyage. هو يحب الرياضة والسفر. نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.